تفيله اقل رفعت رجعينا وشوف الشعب شو بيريح الشعب يريد طرد البيكيكي الشعب يريد طرد البيكيكي يا بسم الله الرحمن الرحيم يعني اليوم الذكرى السنوية السادسة لاغتصاب تل رفعت والقرى التي حولها من قبل عصابات البيكيكي والبي واي دي بمساندة العدوان الروسي والميليشيات الإيرانية وقوات النظام المجرمة. اليوم حقيقة مظاهرة عظيمة إصرار على المطالبة من قبل أهالي هذه القرى بالعودة إلى قراهم وتحريرها من هذه العصابات المجرمة. اليوم نحن نشارك أهلنا أهالي تل رفعت وجميع القرى بمطالبهم المحقة بتحرير أراضيهم وتحرير بلدانهم وعودتهم وترك المخيمات. اليوم 6 سنوات أهالي هذه المنطقة مصرون على مطالبهم، قابضين على جمر الثورة، وأيضا نناشد إخواننا في الجيش الحر الأصيل، الجيش الحر الذي ضحى وحرر بأن تكون يده على الزناد يعني استغلال الفرصة المناسبة والوقت المناسب للانقضاض على هؤلاء المجرمين وهؤلاء المحتلين وتحرير جميع المناطق من تل رفعت وما حولها إلى الرقة إلى دير الزور إلى القامشلي وصولا إلى دمشق بإذن الله. من تهجير وقتل واعتقال وتدمير وإجرام غير مسبوق تعرض له الشعب السوري فقط لأنه طالب بأبسط حقوقه المشروعة في العدالة والكرامة. وكشفت ثورته المباركة أن منظومتكم الدولية فاشلة وليست قادرة على إحلال السلام ومحاسبة المجرمين. نحن اليوم في مظاهرة لإحياء ذكرى المؤامرة السادسة التي حلت بأهالي هذه المناطق عندما قامت روسيا عبر طائراتها وقصفت هذه المدينة بشكل مكثف لم يسبق له مثيل، حيث أحصى الإعلاميين في المدينة 450 غارة خلال أسبوعين، أدت إلى تهجير الأهالي من بيوتهم وإدخال حزب إرهابي مصنف دوليا إرهابي هو حزب البيكيكي الذي نهب بيوتها وأسكن عائلاته في بيوت هؤلاء المهجرين. هم الآن لكي يناشدوا العالم أن يقف أمام مسؤولياته، مجلس الأمن والأمم المتحدة وجدت لكي تحل السلم والأمن في العالم، لكن للأسف أصبحت تبدو وكأنها تعين الدكتاتوريات وتعين الظلمة وتقيد المظلومين وتمنعهم من الدفاع عن أنفسهم. نحن الآن هنا لكي نناشد هذا العالم بأن لا حل في سوريا إلا بزوال هذا النظام، هذا نظام إبادي يقوم على القمع والقتل والطائفية والتهجير لا يمكن إصلاحه. هم الآن ينادون بإصلاح هذا النظام وهذا الأمر وهم، فهذا النظام غير قابل للإصلاح لأنه يقوم على أعمدة إرهابية وقتل وتهجير لا يمكن إصلاحه، وهو سينهار والنظام يعرف ذلك، لذلك يقاوم أي عملية سياسية أو انتقال سياسي في سوريا. عليهم أن يحزموا أمرهم وينهوا معاناة هذا الشعب وأن لا يستبدلوا شعب كامل بأطفاله ونسائه ورجاله مقابل شخص قاتل مجرم. نحن هنا اليوم لكي نعرف أطفالنا بأن لهم بيوتا كريمة وحياة عزيزة وليست حياة المخيمات أو الخيام هي حياتهم وبيوتهم. نحن هنا نؤكد أننا مصرين على التمسك بحقنا وسنعود مهما طال الزمن ومهما كانت تضحيات كبيرة. يا يما ولا لا 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 يا يما ولا لا سوريا شو صار بحالا يا يما ولا لا يا يما ولا لا 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 يا يما ولا لا سوريا شو صار بحالا يا يما ولا لا.